خلينا نروح لمحافظة الشرقية، نعلم من الزملاء هناك ما يدور في محافظة الشرقية ونستكمل حديثنا معك سيادة المستشار. هنروح إلى محافظة الشرقية والزميل محمد جمال. محمد، مساء الخير. الزميل مساء محمد الخير جمال من بالفعل محافظة أنا الشرقية، متواجد الآن في محافظة الشرقية وتحديدا في مدينة الزقازيق أمام اللجنة رقم 26 بمدينة الزقازيق. هذه اللجنة التي تشهد إقبالا منذ الساعة الأولى من العملية الانتخابية. الإقبال يزداد في القرى عما هو عليه هنا في مدينة الزقازيق، يعني مركز أولاد صقر ومركز كفر صقر ومركز هي أكثر المراكز التي تحظى بإقبال من الناخبين في العملية الانتخابية حتى الآن، وبعد مرور حوالي 5 ساعات من اليوم الثاني للعملية الانتخابية. على أي حال، الأجواء الانتخابية هنا ممزوجة بأجواء احتفالية وكرنفالات، فإذا يعني تجولت الكاميرا معي قليلا نرصد بعض الاحتفالات المقامة أمام هذه المقار والمراكز الانتخابية من قبل شباب، هم شباب أهالي الشرقية، يستقبلون الناخبين بطريقة مختلفة، يستقبلون الناخبين بالاحتفالات بطرق جديدة غير التي اعتدنا عليه في السابق. يعني إذا رأت أو إذا تابعت الكاميرا المشهد من خلفي، هذه هي الأجواء خارج اللجان الانتخابية حتى الآن. طبعا أسامة، من المعروف أن محافظة الشرقية من المحافظات الهامة من ناحية الكتلة التصويتية، فهي تأتي في المرحلة الثالثة على مستوى الجمهورية بواقع 6.9 من إجمالي عدد أصوات الجمهورية. إليك أسامة. جزيلا الزميل محمد جمال، كنت معنا من محافظة الشرقية، وبالتأكيد سنظل نتابع معك ما يدور خلال هذا اليوم. بشكرك شكرا جزيلا.